هل يجوز الشراء عن طريق تمارا وتابي؟ تمارا وتابي شركات تشتري من التجار أو تسدد، تصبح مثل البطاقة، تسدد عن التجار قرضا حسنا وتأخذ من التاجر عمولة، لأن التاجر يفرح بتابي وتمارا علشان الناس يشترون زباين ويصيرون زباين كثير. لكن إذا تأخر المستفيد العميل ما سدد يأخذون عليه غرامات، هم يقولون ونحن لا نصدقهم أنهم لا يملكون هذه الغرامات وأنها تنفق في وجوه الخير، فإذا كان ذلك كذلك فهذا جائز، لكن لو كانوا يأخذونها لا يجوز، لو كانوا يأخذونها لا يجوز. وكذلك إذا كانوا يأخذون الرسوم تقارب الربا أو تكون تعويض الربا أيضا لا يجوز. نعم.